ما هي فوائد تناول كوب من شاي ثمر الورد يومياً؟ يستخدم شاي ثمر الورد كواقي للمعدة ضد أمراض الجهاز الهضمي مثل قرحة المعدة التي تسببها اختلالات حمض المعدة. يظهر البتين الذي يحتوي عليه التأثيرات المنظمة لمشاكل الجهاز الهضمي ناتجة عن الأداء غير المتوازن للأمعاء، كما أنه يسهل عملية الهضم ويزيل الطفيليات المعوية من الجسم عن طريق الجهاز الهضمي. بعد تناول كوب من شاي ثمر الورد يساعد في تنظيم الهضم عن طريق التحكم في توازن الماء في الأمعاء.